يا نيرو جايلك عريس. انا مش عايزه اتجوز يا بنتي. ده العريس الخمستاشر ترفضيه؟ قولي لي طيب، في حد في دماغك؟ نعم. امال مالك؟ ده انت العرسان بيلف حواليكي. انا مش عايزه اتجوز، مش عايزه اتجوز. شكل ده العريس، هروح افتح. اطلعي ورايا بسرعه واقلعي النضاره دي. تعال يا ابني اتفضل. اهلا وسهلا يا عمي. اهلا بيك. امال فين والدك ووالدتك؟ ما انا قلت اجي اتفق وهجيبهم المره الجايه. مش انت يا عمي اللي عامل اعلان على الفيسبوك اللي هيتجوز بنتك ياخد 5 مليون جنيه؟ اهو انا. مساء الخير يا بوبي. مساء النور يا بنتي. هو فين العريس؟ هي ما بتشوفش ولا ايه؟ اهو قاعد يا روحي. هو حضرتك نظرك ضعيف؟ حرك شفافك عشان مش شايفك. كلمني طيب عن نفسك يا ابني. معلش يا جماعة قبل اي كلام، انا واحد امه لدغة، يعني مش باعة الدنيا. عندك شقة؟ ما انا باذن الله لما اخد ال5 مليون هجيب شقة وعربية وهروق على نفسي. 5 مليون بتوع ايه يا بابي؟ معرفش يا بابا، ممكن يكون ورث ولا حاجة. 5 ومش هنزل جنيه، انت مش شايف شكلها عامل ازاي؟ حاضر والنبي اهدى بقى. قولي لي تجربتك مع الحياة. انا حبله. حبله؟ حبله المرض والجرف. انا ما عنتش طايقه عيشتي، انا هموت نفسي. هو في ايه؟ ما تقلقش. لا اله الا الله، عايزه تموتي كفر يا نيرو. ارجعي ارجعي، ربنا يهديكي. رجعت ليه؟ ما كنت وفرت الفلوس. المسافة طويلة قوي، ما انت قاعد في الدور الخامس. خفت ارمي نفسي، عربية تدوسني ولا حاجة، اصل الطريق كان زحمة تحت. ما قلت ليش، هو انت اسمك ايه؟ اسمي فلفل. طيب وانت شغال ايه يا استاذ كزبرة؟ يا استاذة بقولك فلفل. ماشي يا كزبرة، قول قول. اقول ايه؟ انت شغال ايه؟ ما انا بعد ما اخد ال5 مليون مش هحتاج شغل، مع اني شايف ان ال5 مليون شوية. 5 مليون بتوع ايه؟ ابوك يا ستي منزل بوست على الفيسبوك اللي هيتجوز بنت هياخد 5 مليون. اني يا بابي عارضني ب5 مليون؟ للدرجة ان رخيصة جو كده؟ طب عارضني ب10 عشان احس ان انا غالية حتى لو في نظري. قلت يا عمي تدفع 10 ونقرا الفاتحة دلوقتي؟ 10 ايه يلا؟ على جثتي هم 5 بس. بابي اديله 10. حاضر يلا نقرا الفاتحة. هو مين اللي اتجوز؟ عبالي يا رب.